الحبس الاحتياطي أمر قضائي بتفرضه أحيانا مصلحة التحقيقات في أي جريمة بشكل يضمن إن إجراءاتها تبقى سليمة وعادلة، والأصل في الأمور إنه يعني الحبس الاحتياطي ده إجراء استثنائي بيأثر على حرية المتهم طول مدة الحبس المؤقتة قبل صدور حكم نهائي ضده في موضوع التهمة اللي الشخص ده بيبقى متهم بيها. بتعتبر مدة الحبس الاحتياطي في حالة الإدانة جزء من مدة العقوبة لو هي بالحبس أو السجن، ولكن القانون بيكفل تعويض المتهم عن فترة حبسه احتياطيا لو براءته تم إثباتها. بشكل عام كانت القواعد القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي في مصر مسار حوار طويل، سواء في تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي أو أنه يبقى في اقتراح لبدائل لفكرة الحبس الاحتياطي، لكنها هذه البدائل ممكن تكون بتحقق أهدافه بمنع التأثير على سير العدالة، أو أنه القضايا اللي بتستلزم أصلا تطبيق الحبس الاحتياطي عليها وكمان التعويض عن الحبس الاحتياطي اللي بتثبت بعده براءة المتهم من ارتكاب الجريمة تبقى محددة. دي نقاط من بين موضوعات كتيرة تخص الحبس الاحتياطي كانت جزء مهم جدا من الحوار الوطني الدائر في الفترة الأخيرة في توصيات اترفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوصها. الرئيس السيسي النهاردة أمر بإحالتها للحكومة عشان تاخد إجراءات سريعة فيها. هي احنا بنتكلم في ملف شديد الأهمية، ملف حساس في إجراءات العدالة في مصر، وكان محور مطالب سياسية كتيرة وفي مشروعات قوانين بتتناقش بخصوصه ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ملف في غاية الأهمية شديد الحساسية، ولكن الجميل فيه إن الحوار حواليه داير برقي، داير بهدوء وعقلانية، مفيش طرفين في المعادلة، يمكن في آراء مختلفة لكن الكل واقف على أرضية واحدة وهي مصلحة مصر وأمنها القومي وسلامة مجتمعها. وإحنا دورنا في الإعلام مكمل لحالة الحوار المجتمعي في كل القضايا اللي بتهم المواطن، فالنهاردة هنناقش هذا الملف مع ضيوفي الكرام طارق العوضي المحامي بالنقد وعضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشؤون التشريعية والدستورية. أهلا بحضرتك، منورنا. ودكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أهلا بحضرتك. أهلاً يا دكتور، منورنا. ملف حساس جدا، ملف مهم. يعني الرئيس النهاردة بيوجه بحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. إذن هناك 24 بند، في 4 فيهم آراء مختلفة، وفي 20 بند ما فيش عليهم اجماع، خلاف عليهم اجماع. لو حضرتك بتشرح لنا بسرعه الموضوع وصل لفين. طيب خليني بس في البدايه يعني لازم نثمن ما قام به الرئيس اليوم. أكيد. الرئيس عرض عليه التوصيات او قدمت اليه بشكل رسمي اول امس، يعني اول امس بعد الظهر كمان، فالنهارده على طول الصبح يعني كان في سرعه للاستجابه لوعد قطعه الرئيس على نفسه. انا كنت موجود في مؤتمر برج العرب الرئيس كان موجود فيه، والرئيس وعد على الهواء ان كل كان مستشار محمود فوزي موجود على المنصه ساعتها بيتكلم، ووعد على الهواء ان كل توصيات ومخرجات الحوار الوطني سيتم تنفيذها وبدون اي مناقشه او تعطيل ليها. النهارده الرئيس يفي بوعده، بمجرد العرض في اقل من 48 ساعه كان الرئيس اصدر قرار بحاله الامر الحكومه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لتفعيل هذه التوصيات، لان التوصيات كلها تقريبا محتاجه تعديلات تشريعيه تتم على قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي. المهم من جهه اخرى في بيان الرئاسه اليوم ان في بيان صادر من رئيس عن رئاسه الجمهوريه تضمن فلسفه للحبس الاحتياطي يعرفها جيدا الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام وأساتذة القانون طبعا وفقهاء القانون، وهي أن البيان ذكر عبارة بالغة الأهمية، وهي أن الحبس الاحتياطي يظل إجراء من إجراءات التحقيق لمصلحة التحقيق ولا يتحول إلى عقوبة. ده بيان الرئاسة اليوم، وده بيعني أن الرئاسة مدركة تماما لفلسفة الحبس الاحتياطي واهميته. الحوار الوطني وجلسه الحبس الاحتياطي جلسه تقريبا احنا عندنا تقريبا 12 ساعه
في اليوم دوت في الاكاديميه الوطنيه للتدريب بنناقش التوصيات الحبس الاحتياطي، كان ملاحظ مجموعه من الامور المهمه. اولا ان هناك مرحله تتعدى التوافق الى ما يشبه الاجماع على الخطوط الاساسيه بين كل اللي موجودين. على فكره اللي كانوا موجودين كان احزاب تسمى بالاحزاب المؤيده، احزاب تسمى بالاحزاب المعارضه، المجتمع المدني، النقابات المهنيه، كان في ممثلين عن اللي كانوا محبوسين احتياطيا وتم اخلاء سبيلهم، عن اللي كان محكوم عليهم وخرجوا بعفو رئاسي عشان يقولوا تجربتهم وتجربه الاهالي فيما يتعلق بالمرارات اللي كانوا بيعانوا منها في الحبس الاحتياطي. وبالتالي تم الاستماع لكل وجهات النظر، ولم يتم الحجر على راي اي حد بيتكلم، لان ما كانش في حد بيتكلم في غير الصالح العام. ويمكن نقول جلسه استمرت 12 ساعه، ما فيش حد اتكلم تقريبا اكثر من 10 دقائق فيها، يعني كل الناس اتكلمت ما يقرب من 120 شخص لانهم كانت الجلسه كانت على جلستين، فحريبة تقريبا 120 شخص اتكلموا، كله قال كل الاراء تم الى ان خرجت هذه التوصيات. احنا عندنا اشكاليه كبيره في الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي في مشكلتين، في حق ومسؤوليه للدوله وفي حق للمواطن. حق الدوله في توقيع العقاب، ده حق مفترض دي نتوقع العقاب على من يرتكب او من الجريمه او يخالف القانون. اثنين، حق الدوله في صيانه امن المجتمع. طب الناحيه الثانيه في افتراض لقرينه البراءه التي تلازم الانسان طوال مرحلة التحقيق، المتهم بريء حتى تثبت الدم، والاتهام والمحاكمة إلى أن يصدر حكم نهائي لا رجعة فيه يدين هذا المتهم، تظل قرية البراءة ملازمة. صحيح. حقه في الحرية الشخصية وحقه في التنقل الذي يمثل الحبس الاحتياطي قيد عليها. طب المشكلة فين؟ المشكلة في التوازن، إن احنا نعمل إزاي نعمل التوازن بين هذه الحقوق، بين حقوق الدولة في أن تصون أمن المجتمع وتفرض سلطتها، وبين حقوق الأفراد في أن هم لا يتم الانتقاص من قرينة البراءة أو المساس بها. ده بيتم من خلال مجموعة من الإجراءات، فكانت دي الفلسفة الحاكمة لجلسات الحوار وللتوصيات اللي بتتم كلها. فإحنا محتاجين إيه؟ إحنا عندنا مدد كبيرة جدا، ربما كانت هذه المدد مقبولة فيما مضى في ظل تكنولوجيا كانت مش موجودة أو تكنولوجيا ضعيفة. النهاردة في عصر الهاي تكنولوجي دوت نقدر نخلص التحقيقات بالتأكيد. قبل ما ادخل عن المدد والتكنولوجيا اللي ممكن تساعدنا في موضوع الحبس الاحتياطي، خليني اسال الدكتور، يعني استاذ طارق اتكلم عن فلسفه الحبس الاحتياطي، لو حضرتك كاستاذ للقانون تشرح لنا بتفاصيل اكتر ايه فكره الحبس الاحتياطي في القانون المصري. اولا المشرع المصري او التقاضي بيحكموا قاعده لابد ان احنا نكون ننظر اليها بعين ثاقبه، ان مخالفه المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حمايه القانون. يعني مخالف والقانون حلوة دي. ان مخالفه المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حمايه القانون. ليه لا تجعله بمنأى عن حمايه القانون؟ ليه؟ الراجل اللي قتل، الراجل اللي سرق، الراجل اللي اختلس، ده خالف ولا ما خالفش؟ خالف. لا يخرج بره حمايه القانون. ازاي؟ بطبق عليه العقوبه ازاي؟ باجراءات عادله، بوفر له محاكمه عادله، بوفر له قاضي طبيعي، بوفر له دفاع، بوفر له درجات للتقاضي، اول درجه استئناف نقص، اديله حق الصمت، اديله حق الصمت. يبقى انا التشريع الاجرائي المصري من سنة 1950 بيدور في رحايا هذه القاعدة، مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون وإن عظمت الجريمة. يبقى أنا عايز الناس تبقى عارفة إن في فرق، هو إحنا الحبس وأضفنا ليه كلمة احتياطي. ليه؟ لأنه الحبس ده عقوبة، لما باجي بعرفها بقول إيه؟ إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها، أو ذلك الجزاء الذي يوقعه القاضي على من تثبت إدانته بهدف الانتقاص من بعض حقوقه. الحبس الاحتياطي مش كده يا فندم. الحبس الاحتياطي تدبير احتراضي. المشرع الفرنسي، وأنا كمشرع مصري لا أحيا في جزر منعزلة، ولكن وأنا بعمل تشريع لازم أشوف المشرع الفرنسي، المشرع الألماني، المشرع الإماراتي، حضرتك والقائمين على الحوار الوطني وصديقي العزيز طارق بيه،
بنتكلموا في المدد، والنيابة عندي بتاخد 4 أيام مش كده؟ النيابة العامة في أحد الدول العربية المادة 107 ولسه بنقول لحضرتك قبل الهوى اتعدلت بالقانون 38 لسنة 2022 وعدلوها بعد سنة بالقانون بسنة القانون 2032 ادى للنيابة العامة كام؟ 14 يوم. النيابة العامة في قضايا الحبس الاحتياطي تملك أسبوع، ما انتهاش التحقيق عندها تاخد أسبوع تاني وبعدين تعرض على القاضي الجزئي. أي عظيم. طيب أنا النيابة العامة عندي كام؟ 4 أيام منهم يوم باستثناء قضايا الإرهاب. قضايا الإرهاب ما أنا عايز أقول إيه؟ الكلام على إطلاقه في خطأ كبير، وتحميل وزر الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي للمشرع الإجرائي خطأ كبير. هو حضرتك أنا ما ينفعش أتكلم على عمومه، لازم أنا أقسم الجرائم لجرائم جسيمة وجرائم أشد جسامة وجرائم بسيطة. هسمع من حضرتك في الجرائم البسيطة، لكن هسمع منك إزاي في جريمة القتل المتلبس بها؟ مثال جريمة القتل بتاع سفاح التجمع، قتل متسلسل خلاص. هسمع من حضرتك إزاي في جرائم الإرهاب اللي نص عليها المشرع في القانون 95 لسنة 2014؟ حضرتك مش مصدقني ارجع للمادة 145 من قانون العقوب الإجراءات الفرنسي اللي قال إيه. والله الحبس الاحتياطي احنا حاطين 4 حاجات، هم حاطين 7، والغرض من الحبس الاحتياطي هو حاطط فيها المحافظة على أمن المجتمع، واحنا حاطين في المشروع بتاعنا والفعل ما حطيناش دي، قلنا المحافظة على الأدلة وي وي وي، هو قال المحافظة على أمن. طب الحبس الاحتياطي قال عنده هناك كام حضرتك؟ المشرع المصري في المشروع في المادة 112 المقابلة للمادة 143 قالت والله إذا الحبس إذا كانت الجريمة لا يزيد الحبس الاحتياطي فيها عن سنة، المتهم ياخد 8 أيام وبعدين يطلع. المشرع في فرنسا 4 شهور يا فندم. المادة 145 المعدلة بالقانون 703 لسنة 2016 في 7/6/2016 بالقانون، واحنا على الهوا بنقول نص المادة، قال والله لو العقوبة الحبس سنة الحبس الاحتياطي 4 شهور. عظيم قوي. طيب لو من الجرائم الجسيمة قال تصل مدة الحبس الاحتياطي ل4 سنوات، ممكن نرشد على نص المادة يا فندم؟ 146 اجراءات فرنسي. المشرع في انا بقول عشان اقيس انا بعمل ايه، لكن الحبس الاحتياطي ما اقدرش اطلقه على عمومه. ايه بقى كان النقط اللي عليها خلاف اللي انتم قعدتم ساعات وساعات تتناقشوا فيها علشان محتاجه تتعدل؟ من وحي نقطه لطارق بيه ان القانون الاجرائي لا يهب لاحد امتيازه بالاجرام، لا يعرف التميز امام المسؤوليه الجنائيه. نعم اتفضل يا استاذ طارق. لا بالتاكيد كل اللي كانوا موجودين في جلسات الحوار الوطني بكل تنوعاتهم السياسيه والمهنيه كان نصب عينهم هو مصلحه هذا الوطن. كانت الازمه هو في فكره اساءه استخدام النصوص، ان هناك بعض النصوص بيتم اساءه استخدامها بحيث تحول الحبس الاحتياطي في بعض الوقائع الى عقوبه، وثبت بعد ذلك او تم اخلاء سبيل المتهمين وحفظت هذه القضايا، بل ان بعضهم كان مشاركا في الحوار الوطني. فبالتالي احنا كنا محتاجين ضمانه لعدم تكرار مثل هذه الامور. ليه؟ لان ده جاء منطلق من ايه؟ منطلق بان هناك استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان اطلقها السيد الرئيس 21، منطلق من ان هناك اعلان رسمي ورد على لسان رئيس الجمهوريه ولاول مره في تاريخ مصر بالغاء حاله الطوارئ، ومنذ هذه اللحظه لم يتم اعلان حاله الطوارئ ولو ساعه واحده. السيد الرئيس فعلا يعني عمل يعني قرارات مهمه جدا في الشان ده في بعد ثم بعد ذلك اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي واللي شرفته بان يكون احد اعضائها، وثم الدعوه الى الحوار وطني تحت شعار رائع وطن التسع للجميع، وان الخلاف في الراي لا يفسد للوطن قضية. نعم. كل دي منطلقات لما تسمى بالجمهورية الجديدة التي تحاول يعني تحاول كل القائمين على السلطة الآن ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في صياغة ملامح محددة وواضحة للجمهورية الجديدة. أهم هذه الملامح أن نكون أمام جمهورية أو دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وبالتالي مهم جدا أن أنا فيما يتعلق بالتأسي بدول أخرى، أنا ليا تجربتي الخاصة
يعني احنا في وقت من الاوقات كل مجتمع ليه التجربه بتاعته وليه القضايا بتاعته وليه احداثه ولينا ثقافتنا وتجاربنا اللي احنا بنتعلم منها. احنا تقريبا قعدنا حوالي 8 سنين من 2013 لغايه تقريبا 21. مصر عندها كم من المخاطر شفناها، وكنا شفنا الارهاب في سيناء والارهاب اللي وصل القاهره والمحافظات، وكيف ان الدوله تصدت له، وكانت الدوله في هذا التوقيت لديها مبررات منطقية وسياسية وتشريعية للتوسع في فكرة الاشتباه، وإن احنا نحبس أعداد كبيرة من الناس حتى لمجرد الشبهة حفاظا على أمن المجتمع كله. انتهت هذه المرحلة وانتصرت مصر وجيشها وشعبها على الإرهاب، وشفنا نتيجة ده أعتقد كلنا بقينا يعني حاسين ده وشايفينه ومارسينه بإيدينا. فبالتالي كان يجب أن ننطلق إلى خطوات أكثر ديمقراطية. طيب عملنا إيه التعديلات المفروض تحصل في قانون الحبس الاحتياطي؟ طيب هو نفس الكلام اللي قاله الرئيس النهارده في بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه، ان هذه المدد هي مدد مرعبه بتؤرق الكاسرين. ان انا كمان ابقى عندي ما يقرب من سنتين وانا قاعد مستني تحقيقات بتتم، مفيش اي منطقيه ان انا يبقى عندي تحقيقات لمده سنتين. لا احنا ما بنقولش طلعوا الناس، يعني اي حد فيما يتعلق يعني لا يمكن ابدا ان حد ان في بني ادم عاقل هيختلف حوالين ان الجرائم شديده الخطوره يبقى فيها حبس احتياطي. طبعا يبقى فيها حبس احتياطي. احنا فكره احنا بنقلل يعني ايه المده اللي قانونا الشرطه تقدر يعني متهم تحبسه احتياطيا في الجرائم التي لا تزيد فيها العقوبه عن الحبس لمده سنه. هنا مش الشرطه بتحبس، الشرطه بتقوم بضبط الجريمه، كل حقها هي تحجز المتهم في احد دور الرعايه لمده 24 ساعه ثم تعرضه على النيابه. بتحفظ الشرطه تحفظ على المتهم بالزبط. ايوه هي دي جمع استدلالات صحيح. هي بتظبط الادله هي بتنفذ القانون ثم تعرض على النيابه خلال 24 ساعه. النيابه بتقول بتجري التحقيق، المتهم ياتي بما يبرئه من الاتهامات الموجهه اليه او يعجز فتامر النيابه بحبسه، ثم يعرض بعد 4 أيام على القاضي الجزئي، ثم بعد كده على محكمه الجناح المستأنفه، ثم محكمه الجنايات قتل وقع جنايه بعد كده. كان فكره الاستطاله دي كانت فكره مش منطقيه. كانت فكره ان انا كل الوقت عمال بحبس في ناس عندنا حاجه اسمها جرائم بسيطه. فانا احبسه ليه؟ طب ما انا عندي انا استغل هذه الطاقه البشريه لان هو حد هو مش مجرم. هو ربما هو لسه متهم بالظبط. حتى الاتهام نفسه انا عندي جرائم كتير جدا ممكن استعيد عن الحبس الاحتياطي ببدائل، والبدائل دي على فكره موجوده يعني في قانون الاجراءات الجنائيه الحالي. في عندنا حاجه اسمها التدابير الوقائيه الاحترازيه دي موجوده. هي بدائل الحبس الاحتياطي. ايه البدائل يا دكتور الحبس الاحتياطي؟ ايه التدابير الاحترازيه للحبس الاحتياطي موجوده في القانون؟ سياده المستشار المدد انا اعتقد ان المشروع الجديد نقل حرفيا من القديم الا فيما يتعلق بالمدد. يعني السنه 8 ايام زي ما قلت لحضرتك الحبس الاحتياطي، وبعدين المشروع بيقول والله الحبس الاحتياطي ما يزيدش عن 12 شهر في الجنايات الا الجرائم. لا هو في التوصيات ما فيش 8 ايام دي في المشروع بتاع في المشروع مجلس النواب. في التوصيات ما فيش 8 ايام يعني اقل من سنه دي ما فيهوش حبس احتياطي المفترض حقيقي. بدائل الحبس الاحتياطي كتير يا فندم. يعني انا ممكن اضعه تحت الاقامه الجبريه في المنزل. ممكن اعمل حاجه اسمها المراقبه الالكترونيه. بس السؤال دلوقتي عشان الاخوه الافاضل في الحوار الوطني فيما يتعلق بالمراقبه الالكترونيه اختلفوا عليها. ليه؟ لان احنا مش مؤهلين للمراقبه الالكترونيه. طب احنا مؤهلين لايه؟ الحبس الاحتياطي قبل ما نتكلم على بدائل، المشرع المصري كان فطن من اكتر من 73 سنه او من 74 ازاي؟ هقول لحضرتك مش كل الجرائم يجوز فيها الحبس الاحتياطي. المشرع عامل ضمانتين، الاولى موضوعيه والثانيه اجرائيه. الموضوعيه ايه؟ لا يجوز الحبس الاحتياطي الا في الجرائم الجسيمه. يبقى احنا لما اتكلمنا وتقول الجرائم البسيطه هو الجسيمه زي الحاجات الارهابيه زي قتل الجرائم المنصوص عليها في الباب الاول والباب الثاني والباب الثالث من الكتاب الثاني اللي هي ايه بقى يا فندم؟ جرائم الرشوه والاختلاس والاستيلاء والتزوير والتزييف والقتل. ده التعديل اللي عمل لها تصالح
اللي في ايدك ده. لا التصالح اجاز فيها التصالح الاختلاس في العدوان على المال العام. لا يا فندم الاختلاس الدوله المصريه رات بالقانون 6 لسنه 2015 اجازه التصالح في الجرائم الاختلاس سعيا لانت عارف حضرتك الجرائم دي بيسموها جرائم المستتره الخفيه. فانا احبسه انا هات الفلوس بتاعته هات الفلوس ايوه طب القانون بيفرق في الحبس الاحتياطي ما بين الذكر او الانثى او لو كان طفل لا 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 الطفل الطفل بفرق والانثى برضو خلي بال حضرتك لان انا المعامله العقابيه للانثى الحامل غير الانثى لكن ببص لقدر الجريمه برضو يعني متهمه في قضيه قتل يعني فانا اعود للضمانات يا فندم الضمانات الموضوعيه ان تكون الجريمه من الجرائم الاشد جثامه والاكثر خطوره اتجار في مخدرات اتجار في بشر قتل جرائم جسيمه طب ايه الضمانات الاجرائيه اولا تنوع مدد الحبس الاحتياطي والاشراف عليها يعني النيابه 4 ايام القاضي الجزئي ما ياخدش ازيد من 45 يوم محكمه الجنح المستانفه لحد ما اوصل معايا الخمس شهور 150 يوم طب لو وصل المتهم 150 يوم وهو في الحبس الاحتياطي لازما بحكم القانون يتخلي عنه فورا مش 12 شهر بقى ولا لا 150 يوم 150 يوم فقط لازم تعرضه على محكمة الجنايات مين محكمة الجنايات؟ هي المحكمة الطبيعية اللي هتحكم على الموضوع فإذا ارتأت محكمة الجنايات إن خروج المتهم ده هيأثر لي في التشكيل العصابي اللي ممكن يكون مشكله يعبس في الأدلة يخل بأمن المجتمع تاني أنا مسكته في المرة الأولى بطلعه عشان ما أعرفش أمسكه المرة التانية فبيجدد له الحبس لحين الإحالة ولكن ده بياخدنا لإيه يا فندم؟ إن إحنا كان الواجب علينا في الحوار الوطني ان احنا نتحدث عن الاسراع في الاجراءات وليس التسرع في الاجراءات اقصد ان احنا نسرع في الاجراءات بتاع التحقيق النيابه العامه هي النيابه العامه هتقعدني في حبس احتياطي ليه الفتره دي كلها وبعدين اجي اتكلم في مده الحبس الايه الاحتياطي جوزه السنتين وجوزه وان احنا كنا بنتكلم يعني حضرتك تفضلت مشكورا بتقول ان بعض المحكوم عليهم كانوا بيحضروا جلسات الحوار مش كده يبقى محامين وصحفيين يبقى احنا بنتكلم على طائفه محدده من لا 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 لا, لا. طائفة محددة من القضاء طارق بيه ما هو أنا ما هو الكلام بعد إذن حضرتك اتفضل مش هيمر كده ما هو محكوم عليه دخل حضر جلسة حوار وطني محكوم عليه دخل يبقى انا مش محكوم عليه في قتل لا معفو عنه معفو عنه مش في قتل مش في مخدرات مش يبقى انتوا زي ما تفضل السيد نقيب الصحفيين خالد بن البلشي وانا طبعا يعني على الهواء واحنا في مصر الجديده كل واحد يقول رايه مش كده انا ضد اللي قاله ان احنا الحبس الاحتياطي فيه وفيه وفيه لا يا فندم انت بتتكلم عن الحبس الاحتياطي في طائفه معينه من الجرائم يبقى انت حضرتك اطلع بكل صراحه ووضوح ولا تحمل قانون الاجراءات الجنائيه وذرك يبقى انا حضرتك في طائفه الجرائم الاشد جسامه خلاص يعني نيابه وقاضي جزئي ومحكمه جنح مستانفه يا فندم ومحكمه جنايات خلي بال حضرتك وكل ده يعني محكمه الجنح القاضي الجزئي لو اداله 15 يوم طارق بيه عارف انه من الكفاله اللي قررها القانون للمتهم انه يستأنف القرار ده. طب انا بس عايزه اوصل للاربع نقط اللي هم عليهم شويه اختلافات في وجهات النظر وال20 نقطه اللي احنا متفقين عليهم ومين اللي بيستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي؟ بس عشان نشرح للناس يفهموا معانا الاربع نقط وال20 نقطه. تمام بس انا بس معلش بس فضل. جمله بس يا دكتور معلش فيما يتعلق بحديث الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين هو نقيب الصحفيين وهو يتحدث عن الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالصحفيين ما هو دي ما هو ده دوره ما هو ده هو دوره يتكلم على الفئه اللي بيمثلها يعني نقيب المحامين هيتكلم عن المحامين وانا هحبس الصحفي ليه هو بيتكلم في ايه الدستور المصري بيحظر حبس الصحفيين دراسه دستوري بحسب قضايا النشر الا في حالتين اتنين هم التحريض والطعن في الاعراض فقط فبالتالي هو راجل عنده حالات في عنده فبيتكلم عن محبوسين حاجه في غير هذه عايز اقول لحضرتك الماده 302 قانون العقوبات ادت الحق للصحفي في الطعن في اعمال الموظف العام بشرطين إن واحد تكون حسن النيه واثبات صحه اتنين اثبات صحه اللي انت بتقوله طب انت زعلان من ايه لما اجي انا على الهوا على حضرتك ويطلع صحفي على سبيل المثال فندم او على طارق بيه او عليا وينسب وقائع مش صحيحه طب انت حضرتك مستنيه ايه ايوه في حقوق للمجني عليه بس مش هيتحبس احتياطيا
احنا بنتكلم المناقشه في الحبس الاحتياطي، وهو هو نقيب الصحفيين ودوره ان يدافع عن حقوق الصحفيين ودوره ان يدافع عن اعمال المواد النصوص الدستوريه فيما يتعلق باعضاء. انا عايزه بس سريعا الاربع نقط وال20 نقطه. لا ده 20 نقطه كتير جدا. سريع يعني عشان اشرح للناس سريعا. بشكل عام تم بشكل فيه اجماع على ان مده الحبس الاحتياطي يتم تخفيضها بحيث تصل الى اقصى حد الى 18. يبقى مده الحبس الاحتياطي هتقل ده في الجنايات. واعطى محكمه النقض ومحكمه الاحاله انها ترفع الحد الى سنتين في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام والاشغال الشاقه المؤبده، وده حق قاصر لمحكمه النقض ومحكمه الاحاله، المحكمتين دول فقط. اتنين ان يبقى في تفعيل لاستخدام التدابير الاحترازيه اللي كانت موجوده وكان بيتم هي موجوده بالفعل في قانون الاجراءات الجنائيه، ولكن كان بيتم استخدامها تقريبا بنسبه 1 في 1000 يعني. فبالتالي لا كان مهم التفعيل دي وايجاد والبحث عن بدائل اخرى للحبس الاحتياطي. وكان في حاجه مهمه جدا وهو الغاء ما يسمى بالاكراه البدني. احنا كان عندنا لان الاكراه البدني هو عقوبه، فبالتالي كان المشرع المصري لجأ لفكره الاكراه البدني سدادا لغرامات مثلا، فنحد عليه حكم بالحبس وغرامه بيخلص الحبس يطلع عليه الغرامه، فنقول له بنعمل لك حاجه اسمها اكراه بدني، نعيدك 3 شهور محبوس تاني عشان خاطر او نشغلك مش عارف ايه تاني مصاريف. التوصيات اللي تم التوافق عليها والاجماع عليها هي الغاء ما يسمى بالاكراه البدني. كان عندنا نص بيتكلم عن التعويض عن جرائم الحبس الاحتياطي للمتهم الذي يثبت براءته سواء بحكم المحكمه او مين اللي بيستحق التعويض؟ انا هقول اهو المتهم الذي يثبت براءته بحكم من المحكمه لانتفاء التهمه، او الذي تصدر بشانه النيابه العامه امر بان لا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. النص كان موجود انه يجوز التعويض، لكن لم تشهد المحاكم المصريه حاله تعويض واحدة عن الحبس الاحتياطي، لأنه لم تكن هناك آلية لتنفيذ هذا النص أو لوضع موضع التطبيق. تم وضع هذه الآلية في التوصيات، وانتظر أن تخرج في مشروع قانون الإجراءات. ومين اللي هيكون ليه حق التعويض؟ الدولة اللي هتعوض. لا، مين المواطن اللي ليه حق أنه تعرض للحبس الاحتياطي ومن حقه أنه يتعوض؟ من اللي بينطبق عليه من صدر بشأنه بحق حكم ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، لأن التهمة لم تحدث أو أن الجريمة حدثت لكنه لم تكن له علاقة بها ولم يساهم فيها بأي شكل من الأشكال. يعني مثلا لا ينطبق على حالات بطلان الإجراءات. لو أن شخص محبوس في قضية مخدرات وصدر حكم له عشان بطلان الإجراءات بالبراءة لأن وقعة التلبس مش سليمة، هذا شخص لا يستحق التعويض. طبعا لأن ده خطأ إجرائي هو الذي يعني كان سبب في يعني احتراما للشرعية الإجرائية أن يتم القضاء ببراءته. اثنين، من صدر برضه بحقهم قرار من النيابة العامة بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية بذات الأسباب برضو عدم ارتكابهم للواقعة أو انتفاء مسؤوليتهم أو عدم مساهمتهم فيها، لكن لو النيابة العامة أمر بأن لا وجه لأن الواقعة مش مهمة قوي. يعني الجريمة دي ممكن مراعاة لظروف المتهم وحالته ووضعه الدراسي ووضعه الأدبي، فالنيابة ساعات بتدي قرار بحاجة اسمها الحفظ لعدم الأهمية، هنا لا يستحق التعويض. التعويض يستحق إذا ثبت انتفاء صلته بالجريمة في حال وقوعها أو عدم وقوع الجريمة من الأساس، وأنه لم يكن له ثمة علاقة. طب الأربع نقاط اللي كانوا محل خلاف، المدد والإسورة إيه موضوع الإسورة؟ هو أولا استكمال كلام معالي المستشار طارق بيه فيما يتعلق بحالات استحقاق التعويض. لو أنا وكيل نيابة أو أنا قاضي وشايف إن في خطأ في الإجراءات وحبست المتهم احتياطي وراح المتهم المحكمة خد براءة عشان الخطأ اللي في الإجراءات ده، عفوا أنا إذا كان لي أن أقول رأيي فهو أول واحد مستحق للتعويض على الحبس الاحتياطي إذا كان الخطأ في الإجراءات. ليه؟ لأن خلاص اتكشف إن في خطأ. إيه موضوع الإسوار؟ لكن ما استحقش الحبس في حالة سقوط العقوبة بس ساعتها أو التقادم. في الحالة دي اللي هيدفع التعويض
هو الشخص اللي قام بارتكاب الخطأ الإجرائي. في واحد وقع عليه. أيوه يعني هو اللي هيتحملها. هو في واحد وقع عليه ضرر. هنا الدولة. في واحد الدولة وقع. الدولة هنا بتنتفي مسؤوليتها. ما طبعًا. يعني زي في جرائم التعذيب كده، لو حد عذب حد. بيدفع التعويض. الدولة بتدفع بس هي بترجع على الشخص اللي عذبه. يبقى اللي خطأ. عشان بس الوقت خلص، فهمونا إيه موضوع الإسوارة. الإسوارة الإلكترونية دي أحد بدائل العقوبات التدابير السالبة للحرية. الحبس الاحتياطي اسمه تدبير سالب للحرية. فأنا بستغنى عنه في تشريعات أخرى. خلي بال حضرتك، المراقبة الإلكترونية أو الإسوارة ممكن تدخلني للحبس الاحتياطي تاني. أيوه. ممكن تدخلني لو أنا خلفت. لو أنا خلفت. زي ما عامل المشرع الفرنسي في المادة 167 إنه في بعض الجرائم بقول له أنت الإسوارة دي بتكشف إيه بتكشف ولا بتعرف تعمل إيه. الإسوارة دي ترتبط بنظام زي الجي بي إس كده. بجهاز موجودة في الإمارات. موجودة. بلبس الإسوارة وبيقول لي ما تغادرش بيتك، بس ما تروحش أماكن التجمعات العامة. فبيخالف شروط الإسوارة الإلكترونية، بيحق بقى لمأمور الضبط القضائي، أقرب مأمور ضبط قضائي ليه، أن يلقي القبض عليه ويروح للنيابة يديله الحبس الاحتياطي بقى. يعني إذا عبث بالإسوارة شيء، يعني دخل عمل هكر عليها وحاول، لأنه هو بتحدد له نطاق جغرافي يتحرك فيه. لو يعني مثلا عنده محل البيت، المحل، شغله، القهوة اللي بيقعد عليها، هو بتحدد له نطاق. كان موجودة الإسوارة دي أيام كورونا في الإمارات. موجودة حاليا. موجودة دلوقتي بديل للحبس الاحتياطي. ولكن يعني ممكن المتهم المحبوس احتياطي دوت بالإسوارة يبقى قاعد بيتكلم مع المحكمة بالفيديو كونفرنس ومفيش مشكلة خالص. ودي حل عبقري وحل عظيم جدا، انها بتخلي تبقى بديل. الناس بديل دي بتشتغل بتشوف شغلها عادي. ان انا اصل الحبس ده فيه مشكله كبيره. مش بس ان الشخص اتحبس، في مورد رزق الاسره فقدته. ربما طبعا احنا برضو خلينا ناكد انها بنتكلمش على الجرائم الخطيره طبعا احنا بنتكلم على الجرائم العاديه المتداوله البسيطه اللي يمكن فيها ان الشخص ده مش مجرم بطبيعته. فإن احنا بنمكن هذا نشوف شغله ويبقى مع الإسوارة دي ويشوف بيته ويشوف. فده حل. كلمة في ثواني، لأن الناس ما اختم حالة في ثواني. أنا كنت أأمل في الحوار الوطني أن يتجه إلى تشخيص العقوبة وليس العودة لمبدأ تفريد العقوبة. تشخيص العقوبة اللي خدها المشرع الفرنسي يطرق به في المادة 700 و702، واللي هي بتقول إن أنا الغرض من العقوبة الإصلاح، فبديله 10 سنين. طب خليه ينصلح بعد 3، اطلعه. طب عندنا القانون ده؟ طب عندنا لا. لا احنا عندنا الافراج بعد نص المده. فن انتوا في جلسات الحوار الوطني قعدتوا 120 ساعه تعملوا الحاجات دي. احنا ما عندنا احنا ما عندناش 120 ساعه دلوقتي، ولكن حاولنا. والمشرع سمع عن الايذاء المبهج. النهارده بقول لابد المشروع القانوني، عاملين حوار وطني على الهواء. المشروع ده يتجه لمبدا تشخيص العقوبه وليس تفريد العقوبه. عملنا 40 دقيقه زياده عن ال 120 ساعه اهو دلوقتي. 120 ساعه و40 دقيقه. عايزه جمله اخيره؟ جمله في ثانيه. في ثانيه لازم اقفل. جمله اخيره. اليوم يعني كل مصر، كل قوى سياسيه، كل منظمات المجتمع المدني سمنت قرار الرئيس. احنا نتمنى ان الحكومه تكون بقدر بذات سرعة الرئيس في الاستجابة لمطالب الحوار الوطني، وإن يتم تفعيل توجيه الرئيس اليوم في أقرب فترة ممكنة، ولحين إصدار هذه التشريعات اللي مش هتتم قبل أكتوبر لأن البرلمان في أجازة. صحيح. فبالتالي إحنا محتاجين عدد كبير من المحبوسين احتياطيا خصوصا على ذمة قضايا رأي يتم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم، ومستنيين في انتظار إن الرئيس يزود فرحة الشعب المصري بعد قراره اليوم بالعفو عن أعداد أكبر من صدر مشاعرهم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نورتوني في مصر جديدة. أستاذ طارق العوضي، المحامي بالنقد وعضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشؤون التشريعية والدستورية، شكرا جزيلا. والدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي في جامعة المنيا، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم شكرا جزيلا. أشوفكم يوم الأحد في مصر جديدة إن شاء الله.